بس عشان شو على اسمه. فكرة. طب خلينا ننزل على الهناجر، 3 هناجر. يلا لما نفتح المظلية حط انفل وروح على 3 هناجر، لأن بدنا ننزل على الحاويات الأخيرة. تيم تيمين ثلاث أربعة خمسة بابا 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 با خمس تيمات، ابدأ شد. انا افتكرتك خمس بتقول تيم تيمين تيمات، 3 4 5 هتروح هناك برضه. خمس تيمات. حط انفولو يلا، هاي 3 2 1، خمس تيمات زي قبل ابدأ ما شد. خمس تيمات. بقول لك رسمي رسمي رسمي، ما تقولش دور، انزل بقى، انزل بقى اليمين بقى. ما تقولش انزل على مين، بقول حط انفولو يا فرعون. تنفولو منزل، بص نزلني فين يا راجل، بيقول حطوا انفولو. الله، برضه في حد جنبي. اروح فين؟ طيب ايه الغلايسة دي؟ العظيم انا لو نزلت في الجنة برضه هلاقي تقيلة. ده انا بحكي خمس خمس معنا يا جماعه، هي تقريبا المشكلة حر. ايش مشكلة فرعون لما اقول له حط انفولو؟ انا عايز اروح في بوشينكي واجيب كايسة. شباب شباب، انا نزلت واحد نك واحد دمجته في الحركة هاي، في قبوت ولا فيش في حد في الهناجر؟ في الهناجر أوه. عند جرين ولا اي همزة؟ ده اول مرة عند جرين. ده كده دي اكزاكتلي. يفضح تاريخ البوت. هروح اخد منه سلاح. ازاي يعني بتقوم تدور؟ في حد معي؟ انا معاك كلنا اهو. enemies ahead. enemies ahead. بيعمل ريفايف. فنشته فنشته، الله مسخم. بقى فيش معي دم يا جماعة ولا شي معي. هذا هذا مش معهم، هذا الجسم هاي شايف مش معهم. ايه ده؟ ايه ده؟ هذا بالحويات، في الحويات. هذا مش طبيعي. هذا سولو سكواد بس فقعوهم 24. قالوا له قتلوا بي قتلوا بي. يلا اطلعوا شباب. ايه يا جدعان ده؟ لازم سريع لي كده. اطلع فرعون اطلع. اكزت. يلا اطلع. بقى اشتباك رهيب جدا جدا.